مع البلاد وجوزي، يعني ما راح يتركون او يردون على لبنان، مستحيل. طلع لعندي على المركب جوزي وحطني بالمركب اللي سحبوني فيه وجاب الاولاد، بدي يعطيني اياهم قاموا ردوه، ما خلوا، ردوه هو والبنت. يعني هاي اللحظة ما بنساها. وانقهر، ابكي وانقهر، هذا العب حسن اعمله. يعني هون اتدمرت انا، هنيك متدمرين ولادي وعيلتي، شو بدي اعمل؟ الشمس كانت كتير شوب كتير، الأولاد نشفوا، صابوا هديك صابوا جفاف. أنا جيت لهون بعد نهارين ثلاثة لحتى أنا مش حالة. بهاللحظة عاملة هيك، قلت خلص أنا بيني وبين حالي أقول بنتي هاي ميتة، خلص مستحيل تطلع اليابسة. هذا نفس الشيء يعمل هيك، خالص ما بقى في نفس. والله تذكرت هاللحظة انصدمت. لما وصلت الكم قالوا لي اولادك ومرتك بغير منطقه وبجيبوا لك اياهم على بكره الصبح. فشفت واحد هنيك من الكم سوري، يعني قال لي انه القارب صار باللبنان، رجعوا لهون على لبنان. وانا ما عرفت عائلتي بعد 3 ايام وين صارت، كانوا بالامن العام بالامن اللبناني. سبعة